السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم لا سهلا ما جعلته سهلا، وأنت اجعل الحزن ينشط سهلا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما تعلمنا وارزقنا عمل به، آمين. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في لقاء جديد متجدد بفضل الله تعالى من لقاءات مادة الأورال سيرجري. محاضرة النهاردة هي استكمال للجزء اللي بدأناه فيما يتعلق بالإنفكشن كنترول وسبل مكافحة العدوى. المحاضرة اللي فاتت أو الأجزاء اللي فاتت اتكلمنا فيها عن يعني إيه أصلاً إنفكشن كنترول، وليه بحتاج الإنفكشن كنترول، إيه هي أهم المحاور الأربعة في عيادتي كطبيب أسنان اللي المفروض أهتم بيها وأخد بالي منها، وقلنا إزاي الناس بتهتم بمحاور وتنسى محاور تانية ويبقى هي ما عملتش حاجة، إيه الفرق بين الأجزاء المختلفة من العيادة أو من الدنتال يونت أو من المحيط أو البيئة المحيطة بيا، وإزاي بتعامل مع كل جزء بيها في ضوء الديس إنفكشن والديستراليزيشن والأنتيسيبتيك سوليوشنز اللي إحنا ممكن نستخدمها، وإيه الفروقات بينهم، وليه في فروقات اصلا، يعني ايه كريتيكال ويعني ايه سيمي كريتيكال ويعني ايه نون كريتيكال انسترومنت، وايه برضو الفروقات بينهم، وايه اللي المفروض اهتم بيه، يعني ايه مفهوم البصمه البكتيريه للمريض وازاي بينتقل من مكان لاخر، ومش معنى ان انا مش شايفه ان هو مش موجود، ايه المواقف المختلفه من او المواقف اللي فيها ممكن تكون عندي مشاكل وناس كتير جدا بتتجاهلها، بخلاف ان انا اتشكيت. احنا قلنا ان عندي الشكه دي كل الناس تاخد بالنا منها، والناس بتنزل بوست على الفيسبوك تقول انا اتشكيت، لكن في احنا قلنا يجي 16 او 17 موقف تانيين مختلفين بيحصل فيهم مشاكل، تعرض المريض او تعرض الدكتور او الاسيستنت لعدوى بكتيريه او لعدوى فيروسيه او اي عدوى من اي نوع، وبالتالي يكون نتيجتها هو المرض والناس بتغفل عنها وبتتجاهلها. اتكلمنا في تفاصيل صغيره جدا ودقيقه جدا لكنها حاسمه وفعاله، يعني مش عايزين نعيد الكلام، لكن يعني المفهوم اللي احنا اتكلمنا عليه مفاهيم كلها مهمه جدا جدا. يعني الشيخ شعراوي قال ان يعني افضل مراتب الرزق بالنسبه للانسان عموما هي الصحه، يعني ودي حاجه مش هنفهمها الا لما نفقدها، فبلاش نوصل لمرحله ان احنا نفقدها ونعاني عشان نقدر نقدر حجم المسؤوليه او حجم اللي المفروض نعمله، ونقول لو رجع بينا الزمن لما كناش عملنا او كنا عملنا يبقى الافضل من الاول ان احنا نعمل الصح، عشان ربنا يبارك لنا في اعمالنا وربنا يبارك لنا في ايماننا وفي مرضانا وفي عادتنا وفي سمعتنا وصحتنا احنا شخصيا. فلا تتوقع ان كل شيء انت بعد ما عرفت المعلومه انت بقيت ملزم بيها، يعني في فرق بين الجهل الذي لا يعلم، يمكن ان يعذر بجهله، ولكن يعني حتى ده في الامور دي لا يعذر للشخص بجهله انه يدخل يتصدر للعمل الطبي وهو لا يعلم، فده ولكن حتى نقول ان ده جاهل هنعذره، الاسيستنت رجعت يشتغل معاك الجاهل، لكن اذا انت حضرتك وحضرتك اللي بتسمعني عرفت المعلومه وسمعتها ليس لك مبرر وليس لك حجه انك تقف بيها قدام ايد ربنا قدام قاضي الارض او قاضي السماء وتقول له انا ما عملت ده ليه، ايه مبررك، ايه اللي وصل قدام نفسك، اسال نفسك انا ايه اللي وصلني كده، ايه اللي عملته في نفسي او عملته في غيري ليه، وكانت ايه الضريبه وايه التكلفه. احنا في البري كلينيكال للاسف بنقعد حوالي سنتين كاملين بنتعامل بنفس النابكن ونفس الجلوفز بنغيرهم كل كام سيكشن وعادي الدنيا بسيطه، ودي مشكله كبيره قوي ان احنا نشتغل بحاجه بطريقه معينه ونيجي نفس القناعه دي نطبقها في حاجه تانية، ده غلط. انا افضل طول السكشن بغير الجلافز واقلعه، وانا عارف ان الحاجه غاليه ومصر بتعاني الفتره دي اقتصاديا، وانا عارف الناس كلها بتعاني، ولكن ده للاسف مش مبرر. انا عارف الموضوع صعب، والله صعب، والله صعب، وانا عارف وانا حاسس بيكم، بس انا والله ممكن اتنزل في اي حاجه الا دي، ما ينفعش انزل فيها، انا عارف صعب. الناس اللي بتدي بنج وتسيب جزء من البنج اللي مريض تاني غلط، الناس اللي بتشتغل بجلافز وتمسك الادوات وتقول مكسله خايفه ان هي تقطع جلافز بين مريض تاني وتاني غلط، ناثر في اي حاجه الا دي، الا دي مهما كان دي ما ينفعش ناثر فيها، فهي مسؤوليه دكاتره، مسؤوليه وسنحاسب عليها، سنحاسب عليها. وطالما عرفت المعلومه يبقى من اللحظه اللي انت سمعت فيها المعلومه انت اصبحت ملزمه بيها، الا ان حد تاني يجي يقول لك معلومه عليها دليل مادي واقعي ملموس ويقول لك لا عادي المسي حاجه براحتك ومفيش مشكله، ساعتها تقولي والله ده حجتي ده برهاني، لكن طالما مفيش لا حجه ولا برهان على ان غير الطرق اللي احنا بنتكلم فيها دي يمكنها ايقاف العدوى او منعها او منع انتقالها، فيبقى احنا ملزمين بان احنا نعمل الصح المتفق عليه الى هذه اللحظه. طيب الى هنا المفروض هنتحدث عن حاجه اسمها ميثودز اوف استراليزيشن. طبعا في الجزء اللي فات دي كلها كانت مقدمه مهمه جدا، وطبعا علينا في المنهج كل حاجه، ولكن هي مهمه ليك كدكتور اسنان وكدكتوره اسنان وكعامل في المجال الطبي انك تفهمه ايه المفروض اعمله، ايه المفروض امسكه، ايه المفروض ما امسكوش، وده كله لسه هنكمله، لسه هنتكلم بعد شويه عن سيناريو العياده، انا هنتكلم عن تطبيق عملي يعني واقعي، ان احنا معانا مريض وداخلين نتعامل معاه نعمل ايه، نمسك ايه ونمسكش ايه، كل ده هنتكلم فيه في التفصيل ان شاء الله تعالى. بس دلوقتي هنتكلم على ميثودز اوف استراليزيشن.
بما ان انت اتكلمت عن الستريليزيشن يا دكتور، فهي الطرق الستريليزيشن، قلنا الستريليزيشن هي البروسيس اللي بيها اقدر اقتل كل انواع البكتيريا بما فيهم الموست ريزيستنس فورم اللي هو البكتيريا السبورز يا دكاتره. طيب الميثودز اوف ستريليزيشن يا دكاتره انا عندي طريقتين. احنا قلنا خلاص يعني ايه ستريليزيشن، خلاص الميثودز اوف ستريليزيشن طريقتين. اول حاجه الفيزيكال فورم. يعني ايه فيزيكال يا دكتور؟ يعني من خلال حرارة، من خلال احتكاك، من خلال يعني تفاعل معها بشكل في نوع من أنواع الحركة الأكشنز هنعمل استريليزيشن أو كيميكال. إيه الفرق؟ في الكيميكال هنحط مادة كيميائية ونكتفي، والمادة الكيميائية في حد ذاتها قادرة على قتل البكتيريا اللي احنا عايزين نقتلها. في الفيزيكال لا، احنا محتاجين نعرضها للبروسيس. البروسيس دي اما حرارة اما اشعاع اما ضغط، يعني حاجة فيزيائية هي دي اللي هتقوم بعملية قتل هذه البكتيريا. طيب الفيزيكال فورم يا دكتور هي دي اللي احنا هنبدأ بيها، ونقول لحضرتك ان الفيزيكال فورم نوعين، نوع بيعتمد فيه على الحرارة بشكل اساسي في قتل البكتيريا، ونوع تاني بيعتمد على الراديشن بشكل اساسي. تمام؟ يبقى تاني يا دكاتره انا عندي كل الميثودز اوف ستريليزيشن في نفس السلايد، اما هي تكون فيزيكال فورمز او فيزيكال مينز اوف ستريليزيشن او كيميكال مينز اوف ستريليزيشن. كيميكال مواد كيميائيه، الفيزيكال نوعين، اما باستخدام الهيت يبقى هيت فيزيكال ميثودز اوف ستريليزيشن، او باستخدام الراديشن يبقى راديشن فيزيكال ميثودز اوف ستريليزيشن. تمام كده؟ تمام. طيب هنبدا باول واحده فيهم الا وهي الاوتوكلافينج او الهيت ستريليزيشن ميثود. يبقى دي من حيث الاوتوكلافينج او النوع الاولاني هو اكتر نوع مشهور في انواع الاستريليزيشن، هو الاوتوكلافينج. هو من حيث التقسيمه فهو فيزيكال ديبندنج اون هيت ميثودز اوف استريليزيشن، هو فيزيكال هيت ميثودز اوف استريليزيشن. عظيم عظيم. طيب يعني ايه اوتوكلافينج يا دكتور؟ ببساطه شديده جدا عشان نكون مع بعض، شايف الجهاز اللي قدام حضرتك ده، الجهاز اللي حضرتك شايفه ده كده اسمه الاوتوكلاف. الاوتوكلاف ده دكتور هو فيه منه انواع مختلفه، يعني هو فيه منه انواع مختلفه واصدارات عده، في جنريشن، في انواع، يعني في تكليف اوتوكلاف A وبي وسي وهكذا وان، يعني في انواع كثيره مختلفه، لكن في النهايه خلينا نقول ان النوع اللي معانا ده هو اوتوكلاف بشكل عام وخلاص. تمام؟ يعني طب احنا قلت لكم بحر الاستريليزيشن واسع، بحر الانفكشن كنترول واسع، يعني نقعد نتكلم ضعف عدد الساعات ده، لكن انا بنتقي لحضرتك كطبيب عامل في عياده او اسيستنت في عياده، بنتقي لحضرتك الحاجه اللي المعلوم اللي احنا قلنا لا يسع الطبيب جهله او العامل في مجال الطب جهله في قسم او في مجال الانفكشن كنترول، يعني ما هو معلوم منه بالضرورة. لكن في تفاصيل تانية كتيرة جدا، كيفية تشغيل الاوتوكلاف ودورة الاوتوكلاف بتتعمل ازاي، والماء المعقمة او الماء المقطرة اللي احنا بنستخدمها جوه الاوتوكلاف، كل التفاصيل دي انا مش هذكرها رغم ان هي مهمة، بس هي مش مهمة ليك دلوقتي في المرحلة الحالية دلوقتي حالا، هي مش مهمة ليك. بعدين لما تيجي تفتح عيادة بعد 3-4 سنين من النهاردة هتبقى مهمة ليك. تمام؟ ولو رحت لحد فيكم راح يقف في اسيستنت في عياده، فاللي انا قلته ده اللي انا بقوله هو الاهم على الاطلاق، لكن هو اللي هيقف اسيستنت في عياده مش هيدخل يعقم، اللي بيعقم ده شغلته التعقيم، انما انت في اسيستنت ما بتعقمش، لكن لما يبقى عندك عيادتك في المستقبل ان شاء الله هتحتاج تعرف باقي المعلومات، يعني نقدر نقول في معلومات تانية انا مش هذكرها نظرا لضيق الوقت مش اكتر ولا لا اقل ولا اكتر. انا هكتفي بس بالمعلومات دي. حد سامع حد في الخلفيه بتقول كل ده وبتكتفي؟ احنا لحد اللحظه دي يمكن ما بدأناش في اول صفحه في الكتاب، يعني لحد اللحظه دي لسه ما بدأناش في اول صفحه في الكتاب، كل بقى لي ساعتين والمرات اللي فاتت يعني وبدات اهوت، وانا كل ده باهلك. بس حد فيكم يقدر ينكر ان المعلومات اللي انا قلتها دي رغم ان هي مش موجوده في الكتاب ان هي مش مهمه؟ الموقف اللي انا ذكرتها دي حد فيكم يقدر ينكر ان هي ملهاش لازمه؟ او حد فيكم يقدر يشتغل من غير المفهوم ده يكون في ذهنه؟ تفتكروا ايه النتيجه الكارثيه اللي ممكن تحصل لو احنا اهملنا الجزء ده؟ فكتر انا مش عايزكم وخلال الكورس كامل سواء في الجراحه او في غيره مش عايزكم تبقوا يعني ريستريكتد قوي لحته الكتاب 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 الكتاب. احنا هنشرح اللي في الكتاب وهنقول المعلومه النظريه وهنمتحن عليها وهنجيب اسئله ونحل ونجيب امتحانات السنين السابقه ونعمل كل نفسنا فيه، مش هسيبكم يعني نفسكم في حاجه ان شاء الله تعالى بامر الله ان احيانا الله ويدينا القوه لذلك. لكن انا عايزك تستفيدي، عايزك انت كمان تستفيد، عايزكم تخرجوا من الكورس انا عندي مفهوم طبيب مش مجرد طالب حافظ كلمتين عشان الامتحان. فدي نقطه مهمه قوي يا دكاتره. ده الاوتوكلاف. الاوتوكلاف ده من حيث الاستريليزيشن هو فيزيكال ديبندنج اون هيت. طيب
الاتوكلاف ده هو اكتر طريقه منتشره واكتر طريقه مستخدمه في عياداتنا المختلفه. طيب الاوتوكلاف بما انه هو واحده من الميثودز اوف ستيريلايزيشن فهو عنده القدره على انه يقتل الريزيستنس سبورز اللي احنا قلنا عليها والفيروسات والفنجاي، يعني هو ما بيسيبش حاجه، اي حاجه يعني ليفنج اللهم صل على سيدنا محمد مايكروب يعني او نقدر نقول مايكرو اورجانيزم موجود فيه ادوات او عليها او هيدخل الاوتوكلاف هيتحرق ويموت، ده قولا واحدا. طيب كيف يعمل هذا الاوتوكلاف؟ يقول لحضرتك يا دكتور هو بيستخدم الحراره، الحراره دي حاجه عاديه جدا احنا عارفينها اه، بس مش اي حراره، مش اي حراره، يعني هو احنا بنسال الاوتوكلاف ده اداه تسخين زي الفرن كده اللي بنحط فيه المكرونه عشان تستوي، احنا بنحط فيه الادوات عشان تتعقم، بس لا يعتمد على الحراره يعني بنولع فيها نار، لا هو بيعتمد على الحراره تحت ضغط جوي مشبع بالماء، بمعنى يعني انا بحط ميه في الجهاز، الميه دي بتتعرض لحراره، الحراره الميه دي بتدخل التشامبر بيخرج منها البخار، هي موجوده في تشامبر او غرفه مغلقه، يعني هو الجهاز ده بيتقفل بحيث ان لا يسمح حتى بتسريب الهواء، الهواء ما يتسربش، غرفه مغلقه بالكامل، الادوات موجوده فيها، الميه بتتبخر، درجه الحراره جواه تعلى جوه الاوضه دي جامد 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 جامد، تعدي 100 درجه مئويه، 100 درجه مئويه دي درجه غليان الميه، احنا بنعديها خالص بنوصل لحد 121 درجه، الجو الهواء نفسه سخن جدا جدا، هتقول لي ازاي؟ اقول لك امشي في الحر كده تلاقي الهواء اللي بيلفح وشك في الحر سخن، هو ده حرفيا نفس الفكره، احنا بنعمل هواء مشبع بالميه زي ما بنسميه مويست هيت، ميه موجوده تطلع بخار، الاوضه كلها تبقى بخار زي الساونا بالظبط، تترفع درجه حرارتها بشكل كبير جدا اكتر من 100 درجه مئويه اللي هو اعلى من درجه الغليان، الساونا احنا بنجيب عرق، انما انت لو في الاوتوكلاف العرق ده هيبقبق من الغليان ونعلي عليها كمان، وتحت ضغط جوي كمان، المكان مضغوط، الهواء ده مضغوط فيه ضغط عليه من كل النواحي، ففي النهاية البكتيريا اللي موجودة في المكان ده أو الميكرو أورجانيزم اللي موجود في المكان ده هيفرقع، ده حرفياً اللي بيحصل. تمام؟ طيب يبقى إذن يا دكتور تاني الميثودز اوف ستيريلايزيشن كيف يتم التعقيم باستخدام الاوتوكلافنج؟ بنقول لحضرتك يا دكتور ان هو بيعتمد على حاجه اسمها المويست هيت. يعني ايه الكلمه اللي انا قلت لك دي؟ يعني ايه كلمه مويست هيت؟ حراره مشبعه بالميه ببخار الماء. طب منين جه بخار الماء ده؟ من الميه اللي بتتحط في الاوتوكلاف. هو بيتحط في الاوتوكلاف ميه اه، بس بيتحط فيه ميه مقطره، في جهاز تقطيع اسمه، حتى من الاجهزه اللي احنا بنستخدمها في العيادات، تدخلي غرفه التعقيم تلاقي كده جهاز اسمه جهاز التقطير، بيتحط فيه الميه تخرج منه الميه المتقطره، تاخديها تحطها في الاوتوكلاف، بعد كده تبدا الدوره، الاوتوكلاف يستخدم الميه المقطره دي يطلع منها بخار تحت درجه حراره يبقى مويست هيت، ومع ضغط جوي يبقى اللي هو البريشر، تبدا البخار ده بيعمل بنتريشن لاي مايكرو اورجانيزم موجود، يعني يخترقه ويفرقعه يقتلهم كلهم بالكامل. عظيم عظيم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دي طريقه عمله يا دكاتره. يبقى احنا بنعتمد هنا على ايه؟ على مويست هيت. ليه؟ لان في نوع تاني بيعتمد على الحراره بس مش مويست هيت، بنسميها دراي هيت، يعني الفيزيكال مينز اللي احنا قلنا عليها هي اول حاجه فيها هيت، ده مش بس هو طريقه واحده، في اكتر من طريقه اللي هو المويست هيت وفي الكيميكال او في الدراي هيت، هنتكلم عليها كمان شويه. طيب عظيم، تعال نشوف الفيديو ده. بصوا يا دكاتره عشان بس تفهموا اللي بيحصل، دي عياده احنا عايزين يعني عايزين نبدا فيها دوره التعقيم، فهي واخده بوكس، وخلي بالك بوكس محطوط فيه ادوات، والبوكس ده مكتوب عليه ان الادوات اللي جواها دي انفكتد، يبقى البوكس ده فيه ادوات انفكتد عايزه تتعقم. تمام؟ حد في اوضه التعقيم لابس كل ما يتعلق بالتعقيم، يعني لابس الجاونز، لابس هدوم بالكامل مغطي شعره، ولابس الماسك، لابس جلافز، والجلافز هنا مش اي جلافز، مش الجلافز اللي احنا بنكشف بيه، الجلافز ده بنسميه الهيفي باتي، يعني اللي هو عارفين انتوا في جلافزات كده في بتوع اللي بيشتغلوا في الفنادق بيلبسوها عشان يغسلوا بيها الصحون، تبقى تخينه كده عامله زي جلد الاخطبوط، تخينه قوي، دي اللي احنا بنستخدمها، ما بنستخدمش الجلافز اللي احنا بنكشف بيها لان الثانيه بتبقى رقيقه ورفيعه، انما دي احنا عايزين جلافز الهيفي باتي اللي هي ايه الكبيره. كل ده احنا لسه هنتكلم عليه كمان شويه. وبعدين تبدا تفرد الادوات في حوض، الحوض ده يبدا نفتح عليها الميه عشان بقايا الاكل باكل ايه، بقايا الماتيريال اللي احنا استخدمناها، بقايا دم، بقايا سيمنت، بقايا امالجم، بقايا كومبوزيت، بقايا اي حاجه من الحاجات دي يتحط فيها ويتحط عليها منظف، وتبدا تستخدم نغسلها كويس قوي 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 بالميه والصابون، تتغسل بالميه والصابون حلو قوي قوي قوي، وبعدين تتساب. انا بقول لكم ايه اللي بيحصل في العيادات، وبعد كده بقى احنا بنغسلها بالميه والصابون، هنا كده عقمت، لا انا كده في مرحله الكليننج، فاكرين الديرتي والكلين، انا بحولها من ديرتي لكلين الاول، من ديرتي لكلين الاول، وبعد كلين بقى هنحولها لاسترايل، يبقى من ديرتي
لكلين لسترايل. في ناس بقى بتعمل ايه؟ من ديرتي لسترايل على طول، يعني ايه؟ ياخد الادوات من غير ما يغسلها، من غير ما ينضفها، عليها بقايا سيمنت، عليها بقايا بلد، عليها بقايا كومبوزيت، عليها بقايا ملجم، زي ما هي كده حطها في الباوتش. هو بدماغه كده، وانت هتعمله كده، هتعمله كده والله، تحطها في الباوتش نقوم حاططها عقم يا باشا وتطلع. طب هي طالعه بقطعه بلاد عليها، حتى مهما انت متخيل ايه اللي حصل يعني بقى، يعني هو اصلا انت ما نظفتهاش، انت هي كده اتعقمت؟ لا، انت عقمت السطح الخارجي بس، لكن طول ما هي ديرتي اصلا هتيجي تشيلها، هتيجي تكحتها، بقاياها موجوده. يبقى لازم اول حاجه من ديرتي لكلين ثم استرايل، ما ينفعش تسكيب حته الكليننج دي. وده اللي انا هقول لكم نعملوه ازاي في الكليه برضو. فبنغسل الادوات كويس وبعد كده بنحطها تنشف. وبعدين في جهاز اسمه الالترا سونيك. ايه الالترا سونيك ده؟ الالترا سونيك كلينر. ده ايه ده يا دكتور؟ ده مش بتاع الجير، امال ايه؟ ده الادوات بتحط فيه عشان يطلع ذبذبات في الميه، عشان لو في اي حاجه الفرشه، مش احنا قلنا ان احنا نغسلها بالفرشه والميه والصابون؟ الفرشه والميه والصابون ما عرفتش تطلعها، هو يطلعها الالترا سونيك، يطلعها. ده بتاع التعقيم؟ لا، ده مش تعقيم، ده التنظيف. احنا كل ده في خطوه الكليننج. يعني جهاز الالتراسونيك اللي انتم شايفينه قدامكم ده خطوه الكليننج برضو لسه موجودين فيها. بعدين خلاص خلصت خطوه الكليننج، هدخل بقى عشان ادخلها تتعقم. سلمتها لحد تاني، ده جهاز الالتراسونيك يا دكاتره بالمناسبه، بعد ما تطلع منه، ده جهاز الالتراسونيك، بعد ما تطلع منه هنبدا نجهزها بقى للمرحله الجديده، مرحله ايه؟ الاسترلايزيشن. بعد ما تخرج من جهاز الالتراسونيك يا دكاتره، زي ما انا قلت لكم، من جهاز مرحله الاسترلايزيشن، ايه بقى؟ بقوم مطلعها فارد نابكن بعد الادوات ما تطلع من الالتراسونيك. هل هي كده اتعقمت؟ لا، هي اتنضفت، تحولت من ديرت لكلين. بس حتى لو انا مش شايف، حتى البروسيجر دي او السايكل دي بيتم حتى لو انا مش شايف، حتى لو انا مش شايف اللي انا بعمله، يعني انا اسف، حتى لو انا مش شايف اللهم صل على سيدنا محمد بقايا الحاجه عليها، يعني في حاجات احنا لما بنشوفهاش بعيننا المجرده، يبقى لازم السايكل دي نتبعها مع كل الادوات. وبعدين بنطلعها على نابكن وهي ايه؟ لسه طالعه من جهاز الالتراسونيك. وبعد كده نجهزها ان هي تدخل في الايه؟ جهاز الاسترلايزيشن بقى، عمليه اللي عليها الضوء، ان انا احولها. خدتوا بالكم من الحته دي؟ بصوا هنا كده، ان انا احولها من كونها بقى كلين لسترايل. يبقى انا حولتها من ديرتي لكلين وبعد كده من كلين لسترايل. شايفين هي بتحطها في باوتش تعقيم، شايفين الحته دي الليبل ده؟ الليبل ده مهم قوي، هحكي لكم عليه، هحكي لكم قصته كمان شويه. الليبل اللي هو ده، خدت شريط كده صغير وقامت حطاه مع الادوات. خدتوا بالكم من هنا؟ في هنا باوتش. الجهاز ده دكاتره اسمه جهاز التبكيت. يبقى انا عندي جهاز التنظيف وجهاز التبكيت والتقطير والتبكيت. التقطير اللي هو بيطلع الميه المقطره، التنظيف اللي هو الالتراسونيك اللي بيحولها من ديرتي لكلين، والتبكيت ده التبكيت، مش ان انا بكتك يعني تعالى انت عملت جزء، لا، ده تبكيت من نوعه، ده تبكيت نفسي، انما هنا هنبكتك تبكيت ايه؟ الباوتش. ده بكره باوتش كبيره جدا جدا، وده جهاز بيشتغل بالحراره، بتاخد بتقص حته على قد الانسترومنت اللي انت عايزها وتحطها وتقوم متك عليها كده، يقوم قطعها بالحراره كده، يقوم قطعها وقفلها، عامل لها سيلينج من الناحيه دي وسيلينج من الناحيه دي، يبقى انت كده بكتها. يبقى الباوتش دي جاهزه ان هي تدخل الايه؟ الجهاز التعقيم اللي عليه الدور. طب ليه بنعمل كده؟ عشان الاداه تخرج، تدخل الجهاز وتطلع منه محفوظه في الغلاف ده الى ان يتم استخدامها، الى ان يتم استخدامها. عظيم عظيم. هي دلوقتي بتعمل تبكيت، وهقول لكم الليبل ده بقى بتستخدمه في ايه بعد كده. ده جهاز التبكيت اهو، وبعد كده بتكتب عليه اليوم اللي هي دخلت فيه الايه؟ الجهاز التعقيم. الغرفه اللي فاتت دي كانت غرفه التطهير، اما دي غرفه التعقيم. ليه؟ هنا هيتم التعقيم، انما اللي فات ده كله كان تجهيز للتعقيم. ده الاوتوكلاف. الاوتوكلاف هو جهاز بيتحط فيه كده في دراج معينه، بيتحط فيه الادوات عند درجه حراره معينه وتحت ضغط معين وهكذا. بعد بقى ما تعقمت، احنا هنا نرجع تاني معلش لحظه، بعد ما تعقمت هي خلاص، هي خدتها استلمتها عشان تدخل من غرفه التطهير للتعقيم، بعد كده غطيتها في الاوتوكلاف، ادي الاوتوكلاف هتشغل الدوره بتاعته خلاص، تيرن اون بعد كده لغايه لما تخلص خلاص. بصوا بقى اللحظه هنا، شايفين هنا اللقطه دي؟ اللقطه دي شايفين ده الليبل، فاكرين الليبل اللي هو الرفيع اللي هي حطيته مع الادوات اللي هو الصغير؟ شايفين الليبل ده؟ ده بنسميه سترايليزيشن انديكيتور، او يعني الانديكيتور بايولوجيكال انديكيتور عموما، او لا هو ده مش البيولوجيكال، انا اسف، ده الكالر انديكيتور بتاع التعقيم. هقول لكم معناه ايه ده، يعني لاحظ يعني حاجه بسيطه، مجرد ما نخلص ميسوس وسترايليزيشن هشرح لكم بيستخدم في ايه. المهم هي خلاص كده خلصت، خرجنا الباوتش دي المفروض ان هي تكون نظيفه خلاص، مسترايل كلين وسترايل وكل حاجه تمام، يعني نظيفه ومعقمه كمان بجلافزات ثانيه غير اللي احنا كنا مستخدمينها. هنبدا نفتح الاوتوكلاف ونطلع الادوات ونخزنها لان يتم استخدامها. وطبعا طالما خرجت من التعقيم بيتحط عليها تاريخ عشان نعرف التاريخ اللي هي خرجت منه في التعقيم فين، عشان افرض ثابت شهرين ثلاثه لا، يبقى دوره التعقيم لها مده معينة.
معينه للصلاحيه، وبتتقال من 7 ل 14 يوم، بعد 14 يوم تتعاد تاني. فالمهم ده هيبدا بقى يخرجها ويقول لحضرتك الادوات كده خرجت، يبدا يحط لها تاريخ وتتسجل ان هي خلاص تعقمت وتتحط وتتخزن الى ان يتم استخدامها وهكذا بالتاريخ بتاعها، ويبقى احنا كده انتهينا من التعقيم باستخدام الاوتو كلاف. طيب هنا بقى في جمله لطيفه قوي بيقول لحضرتك ايه، if a surgical instrument are enclosed in the paper wraps or surgical bags they are sufficiently porous to penetrate by to permit stream penetration under pressure. يعني ايه؟ بيقول لحضرتك ان الباوتش اللي احنا بنحط فيها في جهاز التبكيت ده، احنا بنحط الادوات في باوتش، بيقول لحضرتك ان الورق ده بيسمح ان لو هو يمنع بالكامل، لو هو يمنع بالكامل معنى كده ان هو البخار الماء المشبع بالحراره والضغط ده مش هيعرف يدخل جوه الورق ده عشان يخترقه عشان يدخل يعقم الادوات، لكن هو الورق ده بيكون بورس بحيث انه يدخل يسمح ببخار الماء المضغوط ده يخترقه ويدخل يعقم الادوات ويقتل اي بكتيريا على الادوات جواه. صح، احنا بنحطه الباوتش جواه. طيب فدي نقطه مهمه قوي. ايه النقطه المهمه؟ اولا ليها اهميه في اكتر من نقطه. اول حاجه يا دكتور ان لازم ما ينفعش تكدس الانسترومنت جوه الباوتش كتير، يعني تملاها ادوات او تحط اللهم صل على سيدنا محمد باوتشات كتيره جدا فوق بعضها. لو انت واخد بالك ان هو في ادراج، في درج 2 3 ارفف كده، ما ينفعش الدرج بيتحط عليه باوتش واحد، ما ينفعش تحط 2 و3 فوق بعض. الاستريم بتاع الهيت ستيم ده مش هيعرف يخترقه، مش هيعرف يعمل له بنتريشن. بمعنى عارفين انتوا قراص الكحك او البسكوت لما بتدخل الفرن، انا بحطها في صينيه وادخلها في رف والتانيه في رف والتالته في رف، ما ينفعش احط كحك فوق بعضه، يعني حتى لو هيستوي فعلا هيبقى ماسك في بعضه ومش هيبقى حاجه لطيفه. فكل رف يسمح بباوتش واحد بس، يعني الباوتشات ما تتحطش فوق بعض، جنب بعض في نفس الرف، واحد جنب واحد جنب واحد جنب واحد جنب واحد جنب واحد لغايه لما نملى الرف خالص، خلص ننزل الرف اللي بعده، خلص ننزل الرف اللي بعده، لكن فوق بعضها فوق بعضها فوق بعضها لن يستطيع بخار الماء المحمل بحراره وضغط عالي انه يخترقها لو كانت مكدسه او لو كانت مليانه انسترومنت برضه. يبقى ما ينفعش املاها خالص بحيث ان هي تبقى مبطرخه كده او منفوخه على الاخر، لا، يتحط فيها انسترومنت بما يسمح ان هي ان الانسترومنت لو اتحطت جنب بعضها ان هي تبقى فلات، ان هي رفيعه خالص وفلات، مش بعجره كده وضخمه وخارجه من كل ناحيه، لا، لان سهل جدا ان هي تتقطع. كل دي تركات في التعقيم. انا عايز اقول لكم كلام كتير جدا في الموضوع ده، اصلا الانسترومنت الادوات تتحط ازاي وطبيعه الادوات، انا قعدت اتكلمت في الموضوع ده مش هخلص، والله مش هخلص. وانا عارف يعني في معلومات نظريه حابب ان اقولها عشان الامتحان طبعا عشان الاسئله، ولكن عايز اقول كلام كتير جدا في الموضوع ده. احنا واقفين على نفس السلايد تقريبا بقالنا حوالي 10 دقايق. ففي النهايه ما ينفعش نكدس الادوات وهكذا. وبرده نفس النقطه دي تقول لحضرتك ان في صلاحيه للورق ده، ما هو اذا كان قابل سيمي بيرميبل يعني بيعدي، يبقى اي ممكن يعدي برده في المستقبل، يبقى فتره التخزين لها مده معينه وبعد كده ما اضمنش ان انا اقول ان الادوات دي لازم استرايل حتى ولو عدى على وقت طويل وهي لسه جوه الباوتش ما خرجتش، بنخرجها ونعقمها تاني، ما ينفعش نستخدمها بكذا. وطبيعي لو انت استلمت الادوات لقيت الباوتش بتاعتك مقطوعه او لقيت الباتش بتاعتك مخرومه او الادوات خارجه منها، يبقى هي مش معقمه. الناس بتروح تستلم الادوات من الاستاذ اللي بيعقمها في عندكم في الكليه، تلاقي الباوتش مقطوع والادوات خارجه منه واقعه، يبقى انا كده عقمتها، لا، هي كده ما عادش استرايل، هي بقت انفكتد تاني، وقعت على الارض خلاص. ترضاه لحد قاعده بسيطه، ترضاها لحد ترضاها لنفسك، ترضى بلاش لامك ولاختك وابوك، عادي الناس بقت بترضى حاجات غريبه دلوقتي، انت ترضاها لنفسك، ترضاها لنفسك بس. تخيل ان انت رايح تعمل حاجه عند دكتور بشري وهو في ايده ان يعمل فيك نفس اللي انت بتعمله في مريضك يا دكتور الاسنان، ترضاها بس. هي دي النقطه اللي انا عايزكم تتوقفوا عندها. طيب وبناء عليه لازم نفهم حاجه مهمه قوي، ان احنا عندنا حاجه اسمها الاوتوكلافينج سايكلز. ايه بقى؟ يقول لحضرتك انا عندي دورتين في التعقيم باستخدام الاوتوكلاف، حاجه اسمها اللونج سايكل وحاجه اسمها الشورت سايكل. يعني ايه يا دكتور مش فاهمين اللونج سايكل وايه الفرق بينها وبين الشورت سايكل؟ يقول لحضرتك ايه فاكر الادوات اللي انا لسه قايل لك عليها دلوقتي حالا اللي احنا حطيناها في الباوتش بتاعه التعقيم؟ اه يا دكتور فاكرها. دي ما ينفعش تدخل التعقيم الا باللونج سايكل بس. ليه؟ لانك انت مغلفها بالورق عشان تتخزن في المستقبل، فما ينفعش تتحط في شورت سايكل، عشان الشورت سايكل بتبقى وقتها اقل شويه،
فالوقت القليل ده مش هيسمح لبخار الماء انه يخترق الباوتش ويدخل جوه الادوات ويعقمها. يعني ايه يا دكتور؟ انا عندي طريقتين ان انا احط الادوات جوه الاوتوكلاف، اما ان انا احطها في باوتش اللي هو الورق ده اللي هو الغلاف ده وتدخل تتعقم بيه، او ان انا احطها بير يعني عريانه، يعني الادوات كده تتحط على طول في الاوتوكلاف على طول من غير ورق من غير اي حاجه، زي ما هي تتنظف وتتغسل وتتحط على طول واستخدمها بعدها مباشره. بس دي حاجه اسمها شورت سايكل. طب يا دكتور ايه الفرق؟ اذا انت لسه قايل لنا حالا لو الادوات لو رحت لقيتها خارجه من الباوتش يبقى ما تعقبتش وعيدها تاني. في ايه انت بتقول لنا الجمله دي؟ وفي ايه دلوقتي بتقول لنا لو انت لو ان بامكانك انك ما تستخدمش الباوتش خالص وتعقم من غيره؟ اقول لك اه في فرق كبير جدا. انا جالي مريض، والمريض ده جالي اخر اليوم بعد ما كل ادواتي خلصت. مريض جاي اخر اليوم بعد ما كل ادواتي خلصت خلاص. فانا قلت له والله ادواتي خلصت. قال لي والله يا دكتور انا اسناني ومش قادر وبعيط وما اعرفش ايه. يا سيدي ما فيش ادوات عشان الدكتور اتصرف وما اعرفش ايه. فقلت لها خلاص يا بنتي اعملي شورت سايكل. ايه شورت سايكل ده؟ اغسلي الادوات كويس جدا بميه وصابون من غير باوتشات ومن غير اي حاجه خالص، عشان سرعه بس، عشان ما نقعدش نستنى جنب جهاز التعقيم يقعد تلت ساعه، عايزين ننجز. هتقعدي تنظفيها في 5 دقايق وتضيف عليهم تلت ساعه، هتلاقي نفسك وعم تخرجيهم نص ساعه مستنيين الادوات تخرج من التعقيم. وما هنعمل ايه؟ احنا هنعمل حاجه بسيطه خالص، هناخد الادوات دي من غير باوتش من غير اي حاجه خالص، ونقوم حاطينها في الجهاز بعد ما تنظفت، يعني ديرتي كلين، هنعمل الكليننج سيستم كامل، وبعدين نقوم مدخلينها على الجهاز على طول ستريزيشن من غير ايه اللي هو الطبق اللي يتحط عليه، يعني الرف اللي يتحط عليه من غير الباوتش. وبعدين هنحطها لمده 3 دقايق بس، 3 دقايق في جهاز التعقيم. هنرفع درجة الحرارة اكتر من 121 ل 134 درجة، ونرفع الضغط من 20 ل 30، يعني في الميجرمنت بتاع الجهاز هنخلي الحرارة 134 ونخلي الضغط 30 على 3 دقايق، مدة 3 دقايق وتتك اون على الجهاز وتستنى 3 دقايق خلصوا خلاص. بعد كده هتعمل ايه؟ مش هاخدهم اخزنهم ولا اخدهم احطهم في الدرج ولا اخدهم اعمل حاجة، بالعكس بجهاز بعد ما استنى الجهاز يبرد لانه بيكون سخن هلبس جلافز جاهز واقوم واخد الادوات بايدي احطها على البراكت تيبل عشان العيان هنكشف عليه على طول، يعني العيان هيتكشف عليه دلوقتي، فهنستخدم الادوات دلوقتي حالا مش هتتخزن. يبقى احنا خدناها من الجهاز على البراكت تيبل على طول، زي بالظبط ان هي تكون في باوتش تفتحها وتحطها على البراكت تيبل عادي خالص. يبقى انا فتحتها احطها على المريض او هستخدمها على المريض على طول. يبقى دي النقطه، هي دي الفكره، فاهمين يا جماعه؟ هي دي الفكره، هي دي النقطه المفصليه بين ان انا احطها في باوتش ولا لا. فلو انا رحت بتاع التعقيم لقيت الباوتش بتاعي مكسور او وقع على الارض، انا مش ضامن اولا هو يعني الباوتش اللي اتفتح ده وقع على الارض ايه اللي جه عليه، ولا الارض دي اصلا معقمه ولا لا. ثانيا خلاص انا ما خدتهاش من الجهاز على طول للبراكت تيبل او على النابكن عشان اشتغل، لا ده هي لسه هتقعد في الشنطه وهتتحط في بوكس، وهروح بها العياده واحطها في اللوكر حوار بقى. فلو انا هستخدمها مباشره من حقي ان انا استخدم الشورت سايكل من غير باوتش. اما لو هستخدمها بعد فتره والفتره دي هتخللها فتره تخزين في شنطتك في عيادتك في الدرج في اي حاجه، يبقى هنستخدم اللونج سايكل. اللونج سايكل ايه؟ بنحط الحاجه في باوتش تعقيم بس بنطول المده شويه ونقلل الحراره شويه. يبقى فرق بين اللونج سايكل والشورت سايكل ان دي مع الرابد انسترومنت، اللونج مع الرابد يعني اللي محطوطه في باوتش درجه حراره 121 على 20 ضغط جوي لمده 15 دقيقه. اما دي من غير باوتش ودرجه حراره 134 على 30 ضغط لمده 3 دقائق. دي الفروقات بينهم، وتبقوا انتوا فاهمين الفكره عباره عن ايه وامتى استخدم دي وامتى استخدم دي. فما ينفعش على الاطلاق تقول لي انا هعمل بالشورت سايكل على طول عشان انجز، ولا على الاطلاق تقول لي لونج سايكل بس هي الطريقه الوحيده. لا، لونج سايكل هي الطريقه الفعاله لينا كطلبه والدكاتره في عياداتهم، بتخزن الادوات لليوم اللي بعده واللي بعده واللي بعده وهكذا. اما لو مريض واحد على طول مباشره وعايز اشتغل يبقى هو ده الفيديو اللي شغال ده. بس انا كنت جايبه عشان اوريكم فكره اختراق الباوتش دي. الباوتش مثلا ازاي الغاز بيخترق، تشوفوا شايفين هنا مثلا ده يا جماعه فكره ده الجهاز اهو دخل فيه الباوتش واتحطت، وبعد كده الجهاز اتقفل، بعد كده الستيم هيبدا يطلع. لازم الباب يبقى مقفول كويس جدا، هو كلوزد تشامبر بالكامل، لا يمكن تسريب الهواء منه. الهواء بيبدا يطلع، الهواء المقطر اللي احنا قلنا الهواء اللي هو المشبع اللي هو حراره مشبعه بالهواء المويست المشبع بالميه يعني، وضغط معين، فتبدا تخترق هذا الباوتش وتبدا تعقم الادوات جواه. وقلت لكم ما ينفعش نكدس الانسترومنت الادوات كتير بالشكل الكبير، لانها مش هتقدر تخترق كل الانسترومنت بشكل كبير، في حاجات هتتعرض للتعقيم وفي حاجات لا، فبالتالي انا مش هضمن فعاليه التعقيم بشكل كبير. لازم كل حاجه تبقى مظبوطه طبعا للاستراكشن الصح اللي احنا اكدنا عليها، لان الموضوع مش مجرد انك انت تعمل مش مجرد ان حضرتك تعمل سايكل او تقول انك عملت تعقيم وخلاص. يعني انا حطيت الحاجه في الجهاز، انا قمت صليت، انا عملتها وخلاص، لا،
يعني مش حته ايه ادوها اقيموها. فرق بين الاداء والاقامه. الاقامه انك تبقى عارف انت بتعمل ايه كويس كتبع الانستراكشنز، عارف كويس انت بتعمل ايه وهدفك منه ايه، وان اتعمل صح تقيم، اتعمل غلط تقيم فتعيد. لكن الاداء انا عملت حركات وسكنات والنتيجة واحده، عملت لك التمثيليه اللي انت عايز تشوفها وخلص. ده فيديو كمان يا دكاتره نشوفه عشان نعرف. ده جهاز الاوتوكلاف اللي انا قلت لكم عليه، وده اللي جنبه ده جهاز التبكيت، ده جهاز التبكيت، وده جهاز الالتراسونيك اللي هو التنظيف الكلينر، يعني ده بيطلع ذبذبات في الماء عشان ينظف. وبعد كده يا دكاتره ده الباوتشات بتاعه التعقيم، وادي الاوتوكلاف ده تاني، وادي جهاز بنفتحه وهو جواه ادراج. الادراج دي بتبدا تتفتح كده، الادراج دي او الادوار يعني تحط فيها الادوات مش فوق بعض جنب بعض، وتحت ضغط معين وحضارة حرارة معينة نبدأ نستخدم هذه الأدوات، نبدأ نعقم هذه الأدوات في السايكل اللي احنا قلنا عليه. وبهنا نكون انتهينا من فكرة الأوتوكلافينج. طيب عرفنا السايكل بتاعته يا دكتور؟ عرفنا السايكل بتاعته. طيب